السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. إن شاء الله رب العالمين، اليوم بنتكلم عن دائرة اسمها VRM. والVRM هي اختصار ل Voltage Regulation Module. والفي ار ام هذه من الدوائر المهمه جدا، اللي من معناها اهميتها وحده ضبط الفولتيه. وهذه الوحده، وحده ضبط الفولتيه، هي ممكن نقول عنها نوع من انواع الباور سبلاي، لانها بتاخذ من الباور سبلاي الرئيسي اللي هو الاي تي اكس باور سبلاي لدائره الفي ار ام اللي احنا حنتعرف عنها اليوم. وبتعطي لشغلة اسمها في كور، او اللي هو الفولتيج الخاص بالمعالج. طبعا هي ليست حكرا للمعالج فقط، وانما من الممكن انها تكون فولتيج او سبلاي للرام، من الممكن انها تكون ايضا سبلاي للفي جي اي. لكن بشكل عام احنا بنحكي على انه وحدة ضبط الفولتية، وحدة تغذية اللي هي داخلية في المذر بورد، وطبعا موجودة في اللابتوب وفي كثير من اللي هو تصميمات البوردات الحديثة. الفي ار ام عبارة عن ستيب داون فولتج ريجوليتر، ستيب داون فولتج ريجوليتر اللي هي الفي ار ام. والستيب داون فولتج ريجوليتر إلها مرد وإلها أساس علمي. ليش؟ لأنه إحنا في عنا اللي هو الباور كونفيرتر، الباور كونفيرتر هذا أربع أنواع. النوع الأول في تحويل اللي هو الفولتيج، النوع الأول AC to AC. النوع الثاني الـ AC to DC. النوع الثالث اللي هو DC to DC، والرابع اللي هو الـ DC to AC. في الـ DC to DC هذا، لأنه إحنا هان إذا لاحظنا الـ ATX بتطلع لك DC، وأنا اللي بقصده هنا في الـ VRM السبلاي الخاص بها، السبلاي ال 12 فولت البلق الأربعة بن أو الثمانية أو الستة اللي صارت يعني حديثا، اللي بتركب خلف المعالج. هذه اللي هي بتعطي 12 فولت. الآن فحتعمل لي هي تحويل من DC to DC، لكن هنا الفي كور مثلا ممكن يكون 1.2 فولت، لكن هاي كرنت، هاي كرنت هيعطيني تيار ايش عالي. طيب الدي سي تو دي سي هنا في من ضمنها لما انا بدي اخفض الجهد بتيار كويس هنا ومحترم، نوعين منها، حاجة اسمها فولتيج ديفايدر، انه انا اعمل دروبنج او تقسيم للفولتيج. الشغلة الثانية الاس ام بي اس، الاس ام بي اس اللي هي السويتش مود باور سبلاي، وحدة التغذية المفتاحية. من ضمن اللي هو الـ SMPS شغلة بنقول عنها الـ Buck Inverter أو Converter. الـ Buck Converter هذه اللي بتشتغل عليها اللي هي الـ VRM. طبعا في من ضمنه كمان اللي هو الـ ATX، اللي هو الـ ATX باور سبلاي العادي، وفي كمان يعني أنواع أخرى. احنا مدار بحثنا في الباك انفيرتر. الباك انفيرتر هذا بيعتمد على تقطيع الدي سي، سويتشنج، بيعمل سويتشنج للدي سي. الان لما احنا نذكر يعني كلمة سويتشنج، على طول اللي هو المفتاح هذا بنستذكر اللي هو الترانزستور. ليش؟ لأنه
الترانزستور من ضمن اللي هو المهام اللي ممكن تشتغلها او الابلكيشنز اللي ممكن يعمله، اللي هو بيستخدم كمكبر، يعني تطبيقات الترانزستور، ترانزستور اللي هو ترانزستور ابلكيشنز، واحد من الممكن انه يستخدم كمكبر، ممكن انه يستخدم كمذبذب، وايضا كمفتاح. طيب الترانزستورات الانواع المشهورة نوعين، نوع اسمه بي جي تي ونوع اسمه فيتا ترانزستور. البي جي تي اللي هو الان بي ان والبي ان بي، الفيتا ترانزستور اللي هو في منه انواع كثيرة، انا بهمني النوع اسمه موس فيت. الموسفيت اختصار لميتال اوكسايد سيمو كوندكتورز فيلد افكت ترانزستور. الان انا بستخدم في الفي ار ام ترانزستورات موسفيت ترانزستور، وعلى الهامش انا بستخدم الفت بشكل عام، صرت بدل اللي هو البي جي تي لعدة اسباب. الفت ترانزستور اصغر حجما وأكثر تحملا. الفيلد أو الفت ترانزستور أقل سعرا، أكثر تحملا، أكثر قدرة، تعطينا أكثر قدرة. وفي شغلة مهمة جدا جدا اللي هي أسرع في الأون والأوف، هذه مهمة جدا. ترانزستورات الفت ترانزستور اسرع في الان والاوف من البي جي تي. هذا على الهامش اصبح احنا بنستخدم في الفي ار ام ترانزستورات فت ترانزستور. طيب كيف بتشتغل دائرة الفي ار ام اللي احنا بنحكي عنها؟ لو كان في عنا السبلاي الموجب 12 فولت، الان السبلاي الموجود عنا لو رحنا اللي احنا مدخلينه على السويتش اللي حكينا عنه، هذا السويتش الموجود هنا اما حيعمل لي اون على طول او حيعمل لي اوف على طول. هات نمثل هذا على اللي هو ترانزستورة الموسفت. هاي ترانزستورة الموسفت، هنا الجيت وهنا الدرين وهنا السورس. الان الترانزستورة الموسفت هذه اذا في عليها 0 فولت لن يمر التيار، اذا في عليها مثلا 5 فولت، 5 فولت حيمر التيار. هذه الفكرة اللي احنا ايش حنشتغل عليها حاليا. ايش اللي حيصير؟ هنروح اللي احنا مكونين دائرة من اللي هو عدة مكونات. المكون الاول شيء اسمه PWM Pulse Width Modulator. اثنين Phase Drive IC. طيب ثلاثة Power MOSFET. أربعة شوك. خمسة اللي هو كاباسيتورز. هذه مكونات دائرة اللي هو الـ VRM. بدنا نشوف كيف بتشتغل ونحلل. هاي مثلا الدائرة اللي أنا بحكي عنها بالمكونات بالكامل. هذه الانتجريتد أو الآي سي بتشتغل PWM. هذه الآي سي بتشتغل فيز درايف.
الترانزستورات واحد واثنين عبارة عن باور موسفت، ال2 هو عبارة عن التشوك، ال2 هنا التشوك، وعند الكاباسيتورز اللي موجود هنا طيب. الآن السبلاي الموجود عندنا 12 فولت، الآن الموجود عندنا 12 فولت دي سي، هذا السورس السبلاي. الآن نشوف الكاركترستيك لما احنا بنروح اللي احنا عاملين بالسبلاي. الآن هاي ال 12 فولت، 12 فولت طالعة بلصة ولتكن على ترانزستورة واحد أون علشان تمرر التيار، حيمر التيار في الفتة ترانزستور، لما نعمل أوف حيغلق على التيار، وكذلك أون آخر أوف آخر أون أوف. إيش اللي حيصير عندي؟ اتحول الفولتيج الموجود عندي هنا لـ AC، صار الجهد اللي عندي هنا اي سي. الاي سي اللي موجود هنا الاوتبوت لما بدنا نحسبه في الافرج الخاص ابو مش حيكون يعني صعب كتير، تحسب ل 12 فولت في نص حيساوي 6 فولت. اصبح انا الان لما بدي اطلع مثلا 1.2 فولت للبروسيسور اللي هو على الفي كور اللي هان للسي بي يو، بدي اروح لنا عامل اون لواحد من عشرة واوف لتسعة من عشرة. يعني انا مطلوب مني 1.2 فولت مثلا دي سي، بروح لنا بشغل واحد ثانية وبوقف 9 ثواني، يعني بتصير البلصة بهذا الشكل. بالشكل هذا هيك بصير الفي اوت اللي عندي بصير 1.2 فولت. تحسب الافرج بطلع 12 في اللي هو 1 من 10 بيساوي 1.2 فولت دي سي. هذه فكرة اللي هي التقطيع الدي سي سورس عن طريق ترانزستورة رقم واحد. البلصة الآن صارت عنا بهذه الكيفية، صار في عنا بلصز موجود عنا بشكل يعني غير ناعم أو غير مفيد. عشان هيك بروح اللي احنا موجود بعد التقطيع في اللي هو التشوك او الكويل. فمهمة هذا التشوك او الكويل شغلتين، واحد بروح اللي هو عامل سموثينج للبلص، بنعم البلصة هذه سموثينج للبلصة هذه. اثنين بعمل اللي هو على تراكم التيار، يعني الان والاف اللي بصير بعد الترانزستورات نفسه بعد الترانزستورة، وبروح اللي هو التشوك هذا عمل له سموثينج براكم على التيار، وهذا اللي بيستدعي عنا لانه نحط ترانزستورة اخرى اللي هي الداون او الترانزستورة الثانية اللي حنحكي عنها كمان شوية. اصبح هذه مهام اللي هو التشوك، فبتلاقي البلصة بعده صارت بهذا الشكل تقريبا، يعني هيك بنقدر نقول عنها smoothing. عشان تيجي المرحلة الثالثة عبر الكاباسيتور بعمل فلتر، فحتصير البلصة 1.2 فولت بهذا الشكل. طيب نشوف بعض الدوائر العملية من جانب نظري، شو بعض الدوائر العملية من جانب نظري
يعني مثلا هذه الفكرة، يعني الفكرة الأساسية زي ما احنا شايفين الآن في عندي اللي هو من الباور سبلاي، هيو السورس، السورس ال 12 فولت داخل على الترانزستور نفسها الفت، على الموسفت ترانزستور. الترانزستور الهاي جيت او الهاي ترانزستور هذه اللي بتم عليها التقطيع، الان بيسبقها بي دبليو ام، بتعطي للدرايفر، بتعطي للترانزستور. الان الوقت اللي بتكون في هذه الترانزستور اون، ترانزستورة اللو سايد حتكون اوف، والعكس صحيح. الان لما تعمل اون ويصير في عندي يشتغل الفولتيج يطلع من الترانزستورة وتعمل اون ويطلع على الاندكتور او تشوك ويتنعم للسي بي يو، هذه بتكون عاملة اوف. لما تكون هذه عاملة اوف، ترانزستورة هذه عاملة اوف، ترانزستورة اللو سايد بتعمل اون عشان اللي حكينا عنه قبل شوية اللي هو التيار المتراكم، تروح اللي هي مودية على الجراوند، تروح اللي هي ايش مودية على الجراوند، لانه حيطلع تيار عالي فلازم يتم تفريغه. طيب ايها بشكل اخر البي دبليو ام الدرايفر، ترانزستورين، ترانزستورة الرئيسية، ترانزستورة اللو على الاندكتر على السي بي يو، المفروض يكون في كاباسيتور هنا. طيب هاي كمان اللي هو رسمة زي ما احنا شايفين، هذا البي دبليو ام، هذا الدرايفر، هاي الترانزستورات، هاي الفي ان ل 12 فولت، هاي الترانزستورة الرئيسية، وهي الاندكتر، وهي الفيجر تبعه، وهي الفي كور او فولت المعالج، هاي المعالج. هذه الترانزستورة اللي حتشتغل في حال عملت اون عاملة اوف، في حال عملت اوف الترانزستورة الرئيسية حتعمل اون وحتمرر اللي هو الفولتيج او اللي هو التيار المتراكم حتوصله للارض، وهي الكاباسيتور اللي حينعم. طيب الفيجر هذا بنسميه وان فيز، فيز او وان تشانل ممكن نحكي عنه. الان لزيادة الضبط صار يعمل لك اثنين فيز وثلاثة فيز واربع فيز. يعني مثلا هاي سيركت بيزك ثري فيز في ار ام، هاي فيز واحد، هاي فيز اثنين، هاي فيز ثلاثة، وكل فيز إلها شوك، وبتطلع ل ون اوتبوت حتى يوصل للسي بي يو. نفس الفكر تقريبا، هاي اللي بدي اوصله في هذه المحاضرة لحضراتكم عن دائرة الفي ار ام، دائرة مهمة جدا. كثير من اعطال الهاردوير بلاقي ترانزستورة هذا عطلانة، تروح اللي هي عاملة شورت سيركت، اذا ضربت شورت سيركت حتعطل واحدة من هذول الترانزستورات. يعني في ترانزستورة في في ار ام كذا فيز، 8 فيز، يعني هاي صورة اخرى ل 1 2 3 4 5 6 7 8 فيز، اذا ضربت واحدة في الهاي فيت حتشل كل اللي هو الفيزز الموجودة. فمهم جدا اللي هو انه احنا نلم ونعرف فكرة الـ VRM وكيف بتشتغل. ان شاء الله رب العالمين اكون يعني قدرت اوصل لكم فكرتها اللي بتعتمد على تقطيع الـ DC، تقطيع الـ 12 فولت حتى انه يوصل ل 1 و 2 و 1 فولت حسب الشيء اللي احنا بدنا اياه. مع العلم انه يستخدم اللي هو الـ VRM هذه مش للسي بي يو فقط، وإنما للرام، وممكن تستخدم للـ VGA العرض ولا شغلات اللي هو أخرى. أشكر لكم حسن المتابعة، إن شاء الله بيعجبك الفيديو وتحط عليه لايك،
وبتعمل سبسكرايب حتى إن شاء الله يعني تضلها تصلك اللي هو الفيديوهات الخاصة فينا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.